and gentlemen. Okay, go! Yeah! السلام عليكم، معاكم محمد. النهارده جايين نكمل الديمو بتاع المره اللي فاتت. المره اللي فاتت عملنا الاو اس بي اف وشوفنا ازاي انه بينضم للجروبز بتاعته تبع المالتي كاست ادريسز، خمسه زي ما شفنا الراوتر وسته للديزيجنيتد راوتر. النهارده هنعمل ديمو عن الاي اي جي ار بي، وممكن نعمل ديمو سريع كده عن الريب. هنعمل ديمو كبير بعد كده عن الريب والاي اي جي ار بي والاو اس بي اف، بس احنا دلوقتي بنخش بس في الفاندمنتال الاول بتاعت الـ IP version 6 address. وبعد كده ان شاء الله هيبقى في كل بروتوكول ليه كام فيديو كده منفصل يكون مفهمك ايه الاختلاف بينه، تفاصيل شوية عن الـ IP version 4. عندنا نفس الراوتر ونفس اللاب بتاعنا بتاع المرة اللي فاتت لو انتوا فاكرين، اهو راوتر واحد وراوتر اتنين، وده السبنت بتاعه وده السبنت ما بينهم وده السبنت بتاع راوتر اتنين. كل اللي هنعمله بس هنشوف الاي جي ار بي هيشتغل ازاي. هنيجي على راوتر واحد كده، نخش على configuration مود، نكتب اي بي فيرجن 6 راوتر اي جي ار بي والبروسيس اي دي واحد. بعد كده هنحط له برضو هو زي الاي بي فيرجن زي الاو اس بي اف بالظبط، لازم نحط له راوتر اي دي برضو. لو انت مشغل اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 على نفس الراوتر هياخد اي بي فيرجن 4 ويحطه لنفسه كراوتر اي دي. تعالوا نحطه كده، هنكتب اي جي ار بي راوتر اي دي، لان ده راوتر واحد هنحط له واحد دوت واحد دوت واحد. انا كنت مسحتهم المره اللي فاتت كل حاجه، تمام. بعد كده هنيجي نعمل له انيبل عن طريق ان احنا هنروح برضو على نفس اي انترفيس احنا عايزين نشغله عليه ونعمل انيبل عليه. هنخش على انترفيس فاست ايثرنت 0/1 اي بي فيرجن 6 اي جي ار بي واحد كده، خلاص استعمل له انيبل. تعال نروح بقى ونشوف انضم للجوينت جروب اللي احنا قلنا عليها ولا ما انضمش. انترفيس فاست ايثرنت 0/1 اهو زي ما انتم شايفين اف اف 02. تعالوا كده نشوف الاي جي ار بي بينضم للمالتي كاست جروب ايه، اهو اف اف 02 كولون كولون ايه. طيب كويس، تعالى بقى نروح نرجع تاني لراوتر اتنين ونعمل نفس الموضوع عليه. اي بي فيرجن 6 راوتر اي اي جي ار بي 1، هنكتب بعد كده اي اي جي ار بي لازم نحط له برضه راوتر اي دي 2.2.2 اكزيت. هنروح على الانترفيس اللي احنا عايزين نشغله عليه، خلينا عشان نشوف كده. هنكتب اي بي فيرجن 6 اي اي جي ار بي 1، نرجع برضو شو اي بي فيرجن 6 انترفيس فاست ايثرنت 0/1 هنلاقيه برضو انضم للمالتي كاست جروب اللي احنا اتكلمنا عنها. نيجي بقى نشغله على اللوب باك، انا شلتها خالص، نعملها تاني انترفيس لوب باك 2 اي بي فيرجن 6 ادرس 200.1.eb.6789.1.2 لان ده الراوتر 2 2.2.2/64 او 128 ولا مش تفرق. نشغله بقى ال اي جي ار بي، نشغله هنا هنكتب اي فيرجن 6 ادرس اي جي ار بي 1 كده حصل له انيبل. نروح على راوتر واحد الاجنسي زي ما انتم شايفين كده طلعت اهو، وطبعا استخدم اللينك لوكال بتاع الراوتر واحد بتاع راوتر اتنين، لان قلنا قبل كده طول ما انت في السيجمنت بتتكلم لينك لوكال، ده مفضل يعني بريفيرد. هنيجي نشوف دلوقتي هو عارف ايه شو اي بي فيرجن 6 انترفيس راوتينج سوري راوت اي اي جي ار بي زي ما انتم شايفين اهو، عارف عن اللوب باك اللي احنا اتكلمنا عنه. نيجي نمنج كده اللوب باك بتاعتنا اي بي 6 7 8 9 2 2.2.2.2 تمام.
هنيجي بقى تاني ننفذ الرب زي ما اتفقنا. هنشوف ازاي بيحصل. لو جينا نشوف اللي موجود اصلا، او الراوتر ده جوينت لجروب ايه، لجروبز ايه، اي بي فيرجن 6 انترفيس فاست ايثرنت 0/1. زي ما انتم شايفين الراوتر بتاعه والاي جي ار بي، الاي جي ار بي شغال، وهو عم شغالينه على اللوب باك بتاعه هنا، وبالتالي راوتر واحد اري. هنيجي هنا بقى ونشغل الريب فاست ايثرنت 0/1. ببساطة خالص الريب بسيط، بنعمل اي بي فيرجن 6 ونكتب ريب، ونكتب اسم الريب اي البروسيس بتاعتنا او الجروب اللي هو هينضم ليها، هتبقى ريب هنقول واحد وهنعملها انيبل. بس ببساطة كده الريب بيشتغل. هنروح على راوتر واحد ونشغل برضو ريب عليه انترفيس فاست ايثرنت 0/1. هنكتب اي بي فيرجن 6 ريب واحد ونعمل له انيبل. كده اشتغل. هنعكس بقى، احنا هنا شايفين ان احنا عارفين اللوب باك بتاع راوتر اتنين. هنعمل هنا بقى، نخلي راوتر واحد يعمل ادفرتايز للوب باك بتاعته عند راوتر اتنين. هنروح على اللوب باك، واحد هنعمل لها، نشغل برضو ريب عليها اي بي فيوجن 6 ريب واحد انيبل. تمام كده. نيجي هنا نشوف بقى الجروبز اللي هو انضم ليها، اهو زي ما انتم شايفين 9 اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده. قلنا ان الريب بيشتغل على مالتي كاست ادرس 6 اهو. طيب نيجي نشوف بقى الراوتنج بتاعه، شو اي بي فيرجن 6 روت اهو، عارف اللوب باك بتاعه راوتر واحد عن طريق الريب. وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع المالتي كاست ادريسز والجروبز بتاعتها، واتكلمنا ازاي الراوتر لازم تنفذ الكوماند ده عشان يشتغل كراوتر في الاي بي فيرجن 6 ادرس، وعملنا ديمو على الاو اس بي اف فيرجن 3، واتكلمنا على اي جي ار بي، واتكلمنا عن الريب برضو النهارده، ويعني ايه كلمه سوليد ستيت نود، وازاي اي كمبيوتر او اي ديفايس بيكونها في الاي بي فيرجن 6 ادرس. ان شاء الله نشوفكم في حلقه تانية. سلام. اوكي جو اون ذا مابتس، ذات ساوندز بريتي اكسايتنج. Let's watch cat videos. Yeah. Oh.